في بعض الأحيان العلاج في الضرس اللبني ما بيكونش ناجح فبنضطر نخلعه. في الحالة دي بنعمل حاجة اسمها حافظ مسافة أو حافظ مكان، هو جهاز بيحفظ المسافة للضرس الدايم اللي هيجي مكان الضرس اللبني. طب إمتى بنعمل الحافظ ده أو إمتى بنعمل الجهاز ده؟ لو كان متبقي على الضرس الدايم اللي هيجي 6 شهور 7 شهور او ما بيكونش، او تحديدا يعني في الاشعاعات ما بيكونش بعيد عن المكان المفروض يكون هو يكون موجود فيه، فبنلجأش لحافظ المسافه. اما لما بيكون متبقي اكتر من سنه او سنتين على ان الضرس الدايم يحصل له اربشن او يطلع في المكان المفروض المحدد ليه، فبنضطر نلجأ لحافظ المسافه. طب ليه؟ لانه في التوقيت او في الميكس دنتيشن او التوقيت اللي بيبقى الاسنان بيحصل فيها تغيرات واسنان طالعه واسنان بتقع والكلام ده كله، بيحصل دايما ميزيال فورس او فورس من ورا لقدام، خصوصا للضروس الكبيره اللي بتطلع ورا. فلو الضروس الكبيره بتطلع مع الضروس اللبنيه مش موجوده، فبالتالي بتزق الاسنان وتقفل هذه المسافه. فهو هنا وظيفة حافظ المسافة انه يوقف هذا الضغط او هذا الفورس اللي هو بيقفل المسافة دي. طيب امتى نقول انا عايز اخلع، او ايه ده السنة دي طلعت ورا دي، او الكلام ده كله؟ الحاجات الاساسية اللي بتحصل وده شيء طبيعي، انه في الفك السفلي الاسنان الامامية ممكن تطلع ورا الاسنان اللبنية، وده شيء طبيعي لو الموضوع قعد له شهر شهر ونص والسنه دي حصل لها زي لوسنس او ابتدت تلخلخ وقعت، السنه الدايمه بتاخد مكانها، خصوصا ان اللسان بيعمل ضغط عليها فبيزقها في مكان السنه اللبنيه، فما فيش قلق من الموضوع ده. طب لو الكلام ده حصل في الفك العلوي، العلاقه هنا تختلف، لانه لو السنه الدايمه دي طالعه ورا السنه اللبنيه احنا لازم نخلع السنه اللبنيه على طول. ليه؟ عشان انا عايز السنه الدايمه تطلع في مكانها قبل ما يكون حصل لها كومبليت اربشن او حصل ظهور كامل ليها في الفك، لانه لو ده حصل هيحصل حاجه اسمها علاقه عكسيه وعلاجها بيبقى صعب، اللي هو اسمه الكروس بايت، علاجها بيبقى بالتقويم. طيب هل ممكن نضطر نخلع ضرس دايم؟ في بعض الحالات القليله لما بيكون عندي تكوين المينا في الضرس رقم 6 مش مناسب او مش جيد بنضطر نخلع، بس لازم دكتور اسنان اطفال هو اللي ياخد القرار ده، وفي توقيت معين في حالات معينه وفي سن معين، لانه في بعض الحالات بيكون الضروس دي غير صالحه، وحتى لو عملنا فيها علاج بيكون فتره الاداء او فتره العمر بتاعها الافتراضي بيكون قل. فأرجوكوا الجأوا لطبيب أسنان الأطفال في قرار الخلع دايماً.